تخيل أنك تسير في الشوارع الهادئة لمدينة جميلة ولا تعرف أن في تلك الظلال يوجد قاتل متسلسل يتربص بضحاياه. هؤلاء القتلة مع ذكائهم الحاد وقسوتهم الباردة خلقوا قصص رعب حقيقية أثارت الفزع في قلوب الناس لسنوات عديدة. في هذا الفيديو سنستعرض قصص أشهر 5 قتلة متسلسلين في التاريخ. هذه القصص ليست لضعاف القلوب، بل لأولئك الذين يبحثون عن الحقيقة وراء الوجوه البريئة والابتسامات الماكرة. زودياك كيلر. زودياك كيلر هو قاتل متسلسل آخر لم يتم التعرف على هويته حتى اليوم. ارتكب جرائمه في شمال كاليفورنيا خلال الستينيات والسبعينيات، وكان يرسل رسائل مشفرة إلى الصحف المحلية يتبنى فيها مسؤولية الجرائم. تتضمن هذه الرسائل رموزا غامضة ورسائل تحدي للشرطة. ارتكب زودياك كيلر 5 جرائم قتل مؤكدة، لكنه زعم أنه قتل 37 شخصا. على الرغم من التحقيقات المكثفة، ما زالت هويته الحقيقية مجهولة، مما يترك الجميع في حالة من الرعب والتساؤل حول من يمكن أن يكون. تيودور بوندي. كان تيودور بوندي رجلا وسيما وساحرا، لكنه أخفى خلف تلك الواجهة شخصية قاتل متسلسل لا يرحم. خلال السبعينيات قام بوندي بقتل وإصابة العشرات من النساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كان يستخدم ذكائه وسحره لجذب ضحاياه قبل أن يكشف عن طبيعته الحقيقية. بعد سنوات من الملاحقة القضائية والمراوغات، تم القبض على بوندي في نهاية المطاف وحكم عليه بالإعدام في عام 1989. ترك بوندي وراءه إرثا من الرعب والخراب، وكان يعتبر تجسيدا للشر الخفي وراء الوجوه الجميلة. جاك السفاح. يعتبر جاك السفاح من أكثر القتلة المتسلسلين غموضا في التاريخ. ظهر في أواخر القرن 19 في شوارع لندن الفقيرة، حيث ارتكب جرائم بشعة ضد 5 نساء على الأقل. كانت جرائمه تتسم بالبشاعة والدقة، مما جعل الشرطة والصحفيين في حالة من الصدمة والذهول. على الرغم من الرسائل التي أرسلها إلى الصحافة والتي تضمنت تفاصيل مروعة عن جرائمه، إلا أن هويته الحقيقية لم تكشف قط، وما زالت نظريات الهوية تتراوح بين الجراحين والملوك وحتى النساء، مما يضيف لغزا آخر لهذا القاتل الشهير. إيلين وارنوس. تعتبر إيلين وارنوس واحدة من القلائل النساء الذين تم تصنيفهن كقتلة متسلسلين. بين عامي 1989 و1990 قتلت وارنوس 7 رجال في فلوريدا. ادعت أنها ارتكبت هذه الجرائم دفاعا عن النفس ضد رجال الذين حاولوا الاعتداء عليها. كانت وارنوس تعاني من حياة مليئة بالعنف والإساءة منذ صغرها، مما أثر على حالتها النفسية ودفعها نحو الجريمة. تم القبض عليها وحكم عليها بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في عام 2002. قصة وارنوس أثارت الكثير من الجدل حول الظروف التي تدفع شخصاً ما لارتكاب مثل هذه الجرائم. أندري تشيكاتيلي. أندري تشيكاتيلي المعروف باسم جزار روستوف كان قاتلا متسلسلا سوفيتيا ارتكب حوالي 52 جريمة قتل بين عامي 1978 و1990. استهدف تشيكاتيلي الأطفال والنساء، وكان يتميز بوحشية غير مسبوقة في جرائمه. كان يعمل كمعلم ومدير مدرسة، مما جعله بعيدا عن الشبهات لفترة طويلة. بعد سلسلة من التحقيقات المكثفة والأخطاء الفادحة، تم القبض على تشيكاتيلي في عام 1990 وحكم عليه بالإعدام في عام 1994. تعتبر قصة تشيكاتيلي واحدة من أكثر القصص المرعبة في تاريخ الجرائم، وتظهر كيف يمكن للشخص أن يخفي طبيعته الحقيقية وراء قناع من الاحترام والهيبة.
قصص هؤلاء القتلة المتسلسلين ليست مجرد حكايات رعب، بل هي تذكير واقعي بالشر الذي يمكن أن يختبئ خلف الوجوه البريئة والابتسامات الجذابة. إنهم يذكروننا بأن الحذر والوعي يمكن أن يكونا الأسلحة الأكثر فعالية ضد الخطر. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمزيد من الفيديوهات المشوقة.